الرحلة ستبدأ من مسقط، أبو ظبي، مع قطر، الكويت. المسافة من مسقط للكويت تقريباً 1000 كيلومتر، ومن الكويت إلى بغداد عبر البصرة. يا إلهي، ألم تنتهي بعد من هذه الخرائط؟ أهلاً، كلا لم أنتهي. خذ اشرب هذا البارد. شكراً. حتى تنسى قليلاً الخرائط. شكراً. الرحلة ستبدأ غداً إن شاء الله. إن شاء الله. الليلة الأولى سنقضيها في الكويت. بعد ذلك إلى بغداد إن شاء الله. أيوة، من بغداد، من بغداد إلى دمشق. من بغداد إلى دمشق. ألا تعلم يا عزيزي أن كل الطرق مملوءة باللوائح والإرشادات التي تدل المدن المقصودة؟ صحيح كلامك يا عزيزتي، ولكن يجب علينا أن ندرس الخرائط ونعرف الطرق جيدا. هذا صحيح أخي المسافر، إذا قررت السفر بسيارتك في إجازة أو مهمة عمل، ينبغي عليك دراسة الطرق على الخارطة جيدا والتزود بالمعلومات الكافية قبل المغادرة. والأهم من كل ذلك هو التأكد من سلامة السيارة من الناحية الفنية. لا تهملها وتأكد منها بجدارة، لا تهملها، لا تبدأ بقيادتها إلا من بعد صيانتها، وخصوصا فحص محركها. واحذر احذر 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 من عجلات لا تتحمل للسير مسافات أطول، لو تفحص تسلم تسلم أو تهملها تندم تندم. لقد نعست. أوه لقد طال الطريق. دعوا يا أولادي، ناموا إن شئتم. أوه نعست. وأنا أيضا. السائق الذي يقود سيارته في رحلة طويلة ينبغي عليه أن ينال قسطا من الراحة كل ساعتين، ويستحسن أن يتناول بعض الطعام والشراب ويتزود بهما. لا تقود سيارتك بشكل متواصل أكثر من ساعتين. الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق. وأنت يا صديق إن كنت حيناً سائقاً أو كنت حينا ماشيا، لا بد أن يكون شعارك المطلوب الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق.
بعضهم حقوقهم ليعبروا الطريق وكن بهم رفيقا لتأمل السلام الأمن والسلام لكل من يستخدم الطريق.